متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، سنبدأها بتوقعات الأحوال الجوية يوم الأحد. إذ تبقى المناطق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة تحت تأثير حالة رطبة تتمثل بهطول زخات رعدية من الأمطار، تشمل مرتفعات أبها والباحة ومرتفعات عسير، تمتد شمال إلى مرتفعات الطائف وربما أيضا مرتفعات مكة المكرمة، وأيضا تصل إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما تمتد إلى الشرق قليلا لتصل أيضا مناطق حائل والجوف وبعض المناطق الشمالية والحدود الشمالية من المملكة. هذه الأمطار تتسم بأنها تكون في بعض من زخاتها غزيرة وأيضا مسبوقة برياح نشطة وأيضا موجات غبارية، في حين في باقي المناطق تكون الأجواء أكثر استقرارا. فمثلا تسجل درجة حرارة في الرياض 38 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 25، تكون فوق المرتفعات الجبلية تقريبا ما بين 27 إلى 13، تكون في الدمام 37 إلى 23، في المناطق الشمالية 37 إلى 24، 34 إلى 24 في تبوك مع أتربة مثارة، و 33 إلى 28 درجة مئوية في مدينة جدة، والأجواء هناك تكون مستقرة إجمالا. يوم الاثنين يتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات حرارة في المنطقة الشرقية والشمالية من المملكة، تصل إلى 39 درجة مئوية في شمال المملكة والصغرى حوالي 20 درجة مئوية، تكون في الدمام 38 في ساعات النهار والصغرى 26، تبقى في الرياض على ما هو عليه الحال 38 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 25، تكون 33 إلى 19 في تبوك، وتكون 32 إلى 27 درجة مئوية في مدينة جدة. في حين يتوقع استمرار تأثر المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية بما فيها أيضا المناطق الحدودية مع اليمن، وتمتد إلى المنطقة الحدودية مثل شرورة أيضا ونجران وأيضا جميع المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تحت تأثير هذه الموجة الرطبة، تتمثل بهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى في تلك المناطق، ربما تمتد شرقا لتشمل أيضا بعض المناطق الداخلية داخل المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء يتوقع أيضا استمرار درجات حرارة تقريبا على ما هو عليه الحال في المنطقة الوسطى والشرقية، تكون 37 إلى 25 في الدمام، 38 إلى 25 في العاصمة الرياض، ولكن في العاصمة الرياض تبدأ بعض السحب الركامية الرعدية الموجودة في المنطقة الغربية بالوصول لديها أو بتكونات في تلك المناطق، ونلاحظ المزيد من الأمطار متوقع أيضا فوق جبال جنوب غرب المملكة يوم الثلاثاء، تشمل ذات المرتفعات وتمتد شرقا أيضا، تصل 22 إلى 14 في جبال جنوب غرب المملكة، 38 إلى 25 في العاصمة الرياض، 37 إلى 25 في الدمام. انخفاض لافت على درجات حرارة في المنطقة الشمالية، تصل إلى 33 إلى 19 في شمال المملكة، 32 إلى 20 في تبوك، وتكون 32 إلى 27 في مدينة جدة بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء تستمر ذات المناطق بالتأثر بالأحوال الجوية غير المستقرة، وهي تشمل المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تشمل مرتفعات الباحة وأبها وعسير وأيضا مرتفعات الطائف، ربما تصل إلى مرتفعات مكة المكرمة، تمتد هذه الأمطار شرقا لتشمل أيضا أو فرص الأمطار الرعدية لتشمل الدوادمي وأيضا أجزاء من العاصمة الرياض، كذلك المناطق الجنوبية المتاخمة مع اليمن، تكون درجة حارة حارة للغاية في العاصمة الرياض، تصل إلى 39 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 24، تكون 24 إلى 14 فوق عموم المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، 32 إلى 26 في مدينة جدة، 34 إلى 23 في تبوك، 34 إلى 20 في المنطقة الشمالية، وتكون 36 إلى 25 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والدمام. إجمالاً هذه الفرص الأمطار تتسم بذات الميزات، أنها تكون مسبوقة بنشاط في سرعة الرياح السطحية المثيرة للغبار، أيضا تكون بعض من هذه الزخات أحيانا غزير، وقد يكون بعض منها مرفق أيضا بالبرد على المرتفعات الجبلية. يوم الخميس يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تحظى المناطق الشمالية بعودة لارتفاع في درجات الحرارة، فتصل مثلا في تبوك إلى 37 و 36 درجة مئوية في المنطقة الشرقية الشمالية، تبقى درجات حرارة على ما هو عليه الحال في العاصمة الرياض 38 درجة مئوية أجواء حارة، 31 درجة مئوية في مدينة جدة، 35 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والدمام. تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة كما هو عليه الحال طيلة أيام هذا الأسبوع فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع عظمى 24 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 14 درجة مئوية. نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة الذي لا يحدث به تغيير كبير على الحالة الجوية مع استمرار فرص الأمطار على ذات المناطق وهي المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. في بعض من
الأيام قد تمتد فرص الأمطار إلى مدينة مكة المكرمة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة ميدانية يوما بيوم. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا يعني مباركا، تقبل الله به الصيام والقيام والعبادات والطاعات المختلفة. أيضا ندعوكم إلى تحميل تطبيق تقص عرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.